أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الزد كلاسروم. قاعدين مكملين في الريفيزيون ماتيماتيك أناليز. هذوما دي زيبيزود تاع ريفيزيون للأناليز. دونك قاعدين كل مرة نهبطوا فيديو نصلحوا فيه كلك اكزرسيس. بون، قبل لا نصلح الاكزرسيس هذايا حبيت نقول لكم انه عندنا جروب في الفيسبوك اسمه اسمه ستات مات ميكرو اونتر بارونتيز زاد كلاس روم. تلقاو فيه برشا دي زيكزرسيس كوريجي، قاعدين زاد نصلحوا في دوتر اكزرسيس اكسوا في المات في الميكرو في الستاتستيك في البروبابيليتي انسي سويت انسي سويت، زاد حتى في بالنسبه للستاتستيك انفيرونسيال. الونزي، مرحبا بكم ويسعدني برشا انكم تدخلوا الجروب هذا. الوغ، نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا. اش يقول؟ يقول soit la fonction f de x qui est présentée par 1 moins racine de a moins x carré sur x. Les questions presque ديما standard يتعاودوا جيست باش نشوفوا كيفاش كتبدل الفونكسيون كيفاش باش نخدموهم. السؤال الاولاني هذا سؤال ديما يجي فريمون شيرشي لو دومين دو ديفينيسيون ولا لونسومبل دو ديفينيسيون دو f. شوفوا كيفاش نطلعوا دومين دو ديفينيسيون. بعد قال لي مونتري كو اف اي تيم فونكسيون امبير، باش نحطوا الفورميل نتاعها ونخدموها ونشوفوا اسكو هي امبير ولا لا. ايتيدي لا كونتينيتي سور ان انترفال، كيفاش نجاوبوا على الكيستيون هذا وقت اللي يسالني اسكو اف اي كونتيني سور ان انترفال، وكي تبدا اف زاد يسالني على اسكو اف اي كونتيني اون ان بوان، خاطر تختلف الريبونس. كيف كيف لا ديريفابيليتي دون ان انترفال كيفاش نجاوب عليها، وكي يسالني على ديريفابيليتي اون ان بوان زاد كيفاش نجاوب عليها. من بعد زاني قال لي لا فونكسيون اف اي تيل ديريفابل ا غوش اون اكس 0 ايغال ا 1. كاتريام كيستيون، قال لي مونتري كيل اكزيست اون فونكسيون جي ديفيني اي كونتيني سور لانترفال موانز ان انفيرمي اي تيل كو بلا بلا بلا، مونتري كو اي تيل كو g du x égale à f de x. Dernière question, cette fonction g est-elle dérivable en 0? En fait, la dérivabilité en un point. Allons-y. Appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. نرجع للسؤال الاولاني. اش قال لي؟ قال لي شيرشي لو دومين دو ديفينيسيون دو اف. بالنسبه اللي مازال ما يعرفش يطلع دومين ديفينيسيون تاع اي فونكسيون قدامك، بويسكو احنا نخدموا على الار، شنو معناه هو دومين ديفينيسيون ولا لونسومبل دو ديفينيسيون؟ لونسومبل دو ديفينيسيون ولا دومين دو ديفينيسيون هو وين تنجم تكزيستي هالفونكسيون هذه. خاطر كان تلاحظوا الفونكسيون هذه تنجم تاخو دي بوان من الانترفال هذايا توت ار، تو دانكو ما عادش تلقاها جمله واحده. باش تعرف انت تتعامل مع اي فونكسيون يلزمك اول حاجه تعرف الفورم نتاعها. الفورم نتاع الفونكسيون هذه كانت لاحظوا معايا سيتين فورم راسيونيل، يعني فما كونتيتي على كونتيتي اخرى. احنا شنو نعرفوا اول حاجه؟ نعرفوا انه في الدونيميناتور يلزمني من نجمش نقسم على صفر، وزيدا الفورم نتاع الفونكسيون والاكس هذه قبل ما نتعدى الفورم في البسط نشوف انه في الدينوماتور الفورم نتاع الفونكسيون سي تي فورم بولينوميال. بولينوم يعني اكس سي تان بولينوم لهنا به، والفورم نتاع الموجود الكونتيتي في البسط لهنا هي عندي فورم بولينوميال وعندي فورم راسين. ونعرف ديما انه اي كونتيتي تحت الراسين يلزمها تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. علاش؟ خاطر ما نجمش نلقى كونتيتي نيجاتيف تحت الراسين. فهمنا توا انه تحت الدينوميناتور يلزم تكون اكس ديفيرون دي زيرو، تنجم تكون نيجاتيف كيما تنجم تكون بوزيتيف، لكن ما يلزمهاش ايغال ا زيرو خاطر ما نجموش نقسمو على الزيرو. كالعاده تحت الكونتيتي اللي تحت الراسين هذه يلزمها تكون سوبيريور او ايغال A0. Allons-y. باه باش نجاوب انا على الدومين ديفينيسيون بالصحيح يلزمك تكتب d دو f اكوات ايغال، قلنا سي ان انسومبل هو، دونك الدومين ديفينيسيون سي ان انسومبل تعمل لي زاكولاد هذوما. الوغ كيك سوا x ابارتيان ا r
من بعد قل له ساشون لهنا باش تحط لي كونديسيون نتاعك. الكونديسيون الاولانيه انه قلنا الكونتيتي تحت الراسين يلزم تكون سوبيريور ايغال زيرو، تو سامبلومون تمشي تعمل ان موا اكس كاري، خاطر الكونتيتي اللي تحت الراسين هي ان موا اكس كاري، تقول له راهي سوبيريور ايغال زيرو. وزيد عندي كونديسيون اخرى انه الاكس يلزم يكون ديفيرون دو زيرو. فوالا حطيت لي دو كونديسيون تاعي، توا باش نمشي بالوحده بالوحده ونشوف شنو باش تعطيني بالضبط. نهز الكونديسيون الاولى، الكونديسيون الاولى هذه ا موا اكس كاري سوبيريور ايغال زيرو، هات نشوف الساعه وقتاش ايغال زيرو. دونك ا موا اكس كاري ايغال زيرو، تقولش عليك لهنا ولات لي ايكواسيون باش نحلها، سيتادير ان ايغال اكس كاري، هزيت الموانز اكس او كاري كانت على اليسار كي نجيبها على اليمين تولي لي بوزيتيف. اش معناتها اكس او كاري ايغال ان؟ سكو في انا نلوج على اكس، ما حاجتيش بالاكس او كاري. كي نحي الكاري لهنا اش يلزم تكون؟ يلزمني نديفلوبي الراسين، دونك تولي اكس ايغال راسين دو ان. لكن نعرفو ديما كي تبدا كونتيتي البويسونس نتاعها بير راهي تحتمل دو سيني، ثم سيني بوزيتيف و سيني نيجاتيف. علاش؟ خاطر موان دو مثلا او كاري تعطيني كاتر، وزاد دو او كاري زاد تعطيني كاتر، سوكي فيها الكاتر هذيك راهي تحتمل دو سيني، خاصة كي تبدا البويسونس نتاعها بير. كي تبدا امبير ديريكت مثلا نقول راهي عندها اون سول سوليسيون، مي كي تبدا بير دونك ال ادمي دو سوليسيون، واحدة بوزيتيف والاخرى نيجاتيف. بما معناه انه احنا توا شنو لقينا؟ لقينا انه الاكس ايغال موانز 1، خاطر راسين دو 1 هي 1 وراسين دو موانز 1 هي موانز 1، و اي اكس ايغال ا 1. ايوا طلعت توا الاشكاليه الاولى موجوده لهنا، وقتاش اكس ولا وقتاش الكونتيتي هذه ايغال 0. والكونتيتي الثانيه من غير لا تقعد تحل، دونك ديفيرون دو زيرو سيتادير اكس لهنا باش نحطها في البوان نتاع زيرو. نجي توا نحطهم هلي لي بوان اللي لقيتهم نحطهم في الريبير نتاعي. دونك عندي مشكل في الزيرو، يلزمني ما نقسمش على الزيرو، وعندي مشكل زادة في الموازان، خاطر باش تكون ايغال زيرو خاطر كنعوض انا الاكس بالموازان باش تعطيني زيرو، وعندي زادة البوان هذه ان. تو ليتيديون اللي باش يحاول تو يطلع الدومين، خاطر لهنا مازال تو ما طلعتش الدومين، اون فيت يلزمك تطلع الدومين تكتب له دي دو اف ايجال كذا وكذا. باهي تو انا شنو عملت؟ احصرت الفونكسيون وين تعيش، لكن مازلت ما نعرفش بالضبط اسكو في البارتي هذه والا اسكو في البارتي هذه والا في البارتي هذه والا في البارتي هذه. باهي تو سامبلومون باش يكون ايتيديون ذكي، ذكي من ناحيه انه خدمته تطلع صحيحه، ياخو ابسط حاجه ياخو دي بوان ويعوض بهم. مثلا خذ لي لهنا موان دو سوا ديزون، وامشي توا عوض لي الكونتيتي نتاع الفونكسيون الكل، وحط وين تلقى اكس حطها موان دو. باهي اش باش تولي لي الفونكسيون؟ فوالا باش نعوض تولي لي ان موان راسين دو ان موان موان 2 au carré le tout sur moins 2. Donc je vais t'atteindre, je vais t'atteindre 1 moins racine 1, c'est le moins 2 au carré, mais t'atteindre 4 ou là. Donc je vais t'atteindre 1 moins 4, 1 moins 4 c'est moins 3 sur moins 2. Tu vois l'échelle est l'autre, c'est le dénominateur, je n'ai pas de problème, mais j'ai des problèmes là انه لقيت كونتيتي كي عوضت الاكس بموان 2 يعني ببوان موجود لهنا، نلقى تحت الراسين كونتيتي نيجاتيف اللي هي امبوسيبل، ممنوع عليا انك تحط كونتيتي تحت الراسين. دونك شنو نقول؟ نقول راهي اي بوان موجوده لهنا راهي ماهيش تابعه الدومين. ولا به نمشي توا البارتي هذه مثلا ونختار زيد رقم، مثلا نختار 2 مثلا، زاد كيف كيف باش تولي هنا في بلاصه الموان 2 باش تولي 2، وهنا في بلاصه الموان 2 زاد باش تولي 2. دونك كالعاده باش نلقى 1 موان 1 2 كاري زاد 4، 1 موان 2 1 موان 4 هي زاد باش تعطيني موان 3 سور 2.
دونك حتى لهنا باش نلقى كونتيتي تحت الراسين نيجاتيف، سو كي في انه الكونتيتي الموجودين لهنا فوق الان كلهم زاد هذوما ما همش تابعين الدومين. ايوه اش قعد لي به بربي مسيو تو بكري قلت لي اللي فما مشكل في الان وفما مشكل في الموانزان. به هات نشوف ونشوف اسكو الان تابع الدومين والموانزان والا لا. كي نعمل انا ان موان راسين بليتو عندي ان ساعة قبل 1 موان 1 بليتو سامحني دونك عندي 1 نعوض الاكس بال 1 مثلا موان 1 موان 1 او كاري لو تو سور 1 باه اسكو لهنا باش يعطيني خل نشوف واش باش يخرج لي ساعه 1 موان 1 او كاري 1 او كاري هي 1 1 موان 1 هي 0 دونك 1 موان راسين دو 0 سور 1 راسين دو زيرو كوات ايغال هي زيرو دونك 1 موان زيرو باش تقعد لي 1 1 سور 1 باش تعطيني 1 دونك بويسك لهنا عطاتني ان ريزولتا دونك في الان ما عنديش مشكل. بلغه اخرى راهو الان تابع الدومين كيف كيف زاد كان تعوض بالموانزا حتى الموانزا راهو تابع الدومين. باهي هات نشوف بوان في الوسط مثلا توا تفهمنا الساعه في الزيرو في الزيرو عندي مشكل علاش خاطر ما نجمش كان باش نعوض الاكس بالزيرو باش نلقى روحي قاسم على الزيرو اللي هي ما تجيش سو كي في انه الزيرو ماهوش تابع الدومين هاو باش نحطه بالاحمر ولا شو يقعد لي تو يقعد لي الكونتيتي هذه والكونتيتي هذه باش نشوفها اسكو تابع الدومين ولا مثلا ناخو من هنا مثلا ولا ناخو ان اوتر كولور مثلا ناخو ان دومي ان دومي ما موجود ما بين الزيرو والان ونجي نشوف ونعوض الاكس نتاعي بالان دومي دونك ان موان راسين دو ان موان ان دومي لو تو او كاري لو تو سور ان دومي تو في الدينوميناتور نجم نقسم على ان دومي ما قلقنيش باه لهنا اش باش تولي ان دومي او كاري هي ان سور كاتر دونك باش تولي لي ان موان ان موان 1 سور 4 سور 1 دومي فوالا باه لهنا مستعد انت لهنا انك يلزمك توحد المقامات دونك اش باش تعطيني تعطيني 1 موان راسين الان هذايا باش نوحد المقامات هو 4 دونك باش يعطيني 4 سور 4 موان 1 سور 4 لو تو سور 1 دومي دونك باش تعطيني 1 موان راسين 4 موان 1 هي 3 سور 4 3 sur 4 c'est une quantité positive donc ما عنديش فيها مشكل sur 1 demi donc لهنا الحقيقة كي تكمل تحسب باش تلقى ريزلتات c'est-à-dire راهي أي بوان موجودة لهنا بخلاف الزيرو حتى كش للآن راهي تابع الدومين هذه راهي تابع الدومين كيف كيف زاد كان باش نجرب مثلا بالموانز ان ديمي زاد الكونتيتي هذه الكل باش تلقاها تابع الدومين دونك هذه زاد ابارتيان ا دي دو اف بما فيهم الموانز دونك من هناش نجم نخرج نجم نقول انه الدومين دو اف دي دو اف اكوات ايغال هي الانترفال موانزان فرمي علاش خاطر الموانزان زاد تابع حتى يكش للزيرو لكن الزيرو هنا اوفير خاطر الزيرو نابارتيان با الدومين اينيون الزيرو اوفير حتى يكش للان فرمي فوالا هذا هو الدومين دي ديفينيسيون وهذه الطريقه المثلى اللي نجم ليتيديون يتبعها باش يطلع الدومين نتاعو بالصحيح فوالا دونك تعديو توا للكيستيون نيميرو 2 كيستيون نيميرو 2 قال لي بين لي اللي اف ايتين فونكسيون امبير باش نبينو اللي فونكسيون امبير شي لازمني نبين لازمني نبين هاي القاعده نتاع باش تبين اللي اف اي امبير لازمك تبين اللي اف دو موان اكس égal à moins f de x. بلغة أخرى تمشي للفونكسيون في عوض تلقاها x عوضها بموان x هات نشوف كان طلعت هكا بينا اللي f de moins x égal à moins f de x دونك نقول له راي f est impair alors ناخو انا ال f دونك ال f de moins x باش تولي لي دونك f de moins x égal ونلقى ال x نعوضها بموان x دونك 1 moins racine de 1 moins radian de x ou l'être moins x au carré le tout sur moins x. Ben, on camel, donc à quoi égal
1 يقعد هو 1 موان راسين دو 1 موان موان اكس او كاري، مش هي بيدها اكس او كاري، خاطر الكونتيتي او كاري باش تقعد لي ديما بوزيتيف، دونك سور موان اكس. عندي كونتيتي هذي على كونتيتي نيجاتيف، يخي مشي مثلا نعطيك اكزامبل اخر، يخي 2 سور موان 3 مش هي بيدها موان 2 سور 3، دونك شلقينا نجم نطلع السيني هذه الفوق، شتوليلي توليلي موان 1 موان راسين دو 1 موان اكس او كاري لو تو سور اكس. هذه شنيا مش هي هذه اف دو اكس، رجعت هي بيد، هذه هي اف دو اكس، وقدامها السيني موان تولي لي موان اف دو اكس، هاي السيني موان هذي. دونك بينت اللي اف دو موان اكس ايجال موان اف دو اكس، دونك شو نقول؟ نقول اف اي تين فونكسيون امبير. ساهل برشا كيستيون هذايا، زادا بارفوا يجي يقول لك بين لي اللي الاف اي بير، دونك يلزمك تبين اللي اف دو موان اكس ايجال اف دو اكس. الوغ On passe à la troisième question. Troisième question, Kali. Étudier la continuité de f sur l'intervalle ouvert de 0 et 1. Quand tu as vu là, l'intervalle a été fait, en fait, il est présent là. Ou le f continue à lire. Qui fait, monsieur, continuer? Quand tu as vu la continuité, ça. Il y a f, je sais pas. Je sais pas, continue à l'intervalle. راهو مش مستحق تلكيب، مستحق ريداكسيون اكثر منها. اش معناتها؟ يعني يلزمك تشوف الفورم نتاع الفونكسيون. الفورم سيتين فورم راسيونيل، راسيونيل نتاع شنو على شنو؟ نتاع فونكسيون راسين على فونكسيون بولينوم، ونعرفوا اللي الفونكسيون راسين ال اي توجور كونتيني سور سون دومين دو ديفينيسيون، والفونكسيون زاد بولينوم ال اي توجور كونتيني سور سون دومين دو ديفينيسيون، بيان سير الدومين ديفينيسيون اللي هو طلعناه هنا نتاع الفونكسيون تاعنا. دونك تو سامبلومون نجم نقول بويسك اف اي كومبوزي، هنا سي ريداكسيون اكثر منها، اف اي كومبوزي يعني متكونه، كومبوزي دان ولا دين فورم راسيونيل rationnel de 2 de 2 forme racine et polynôme polynôme continue continue sur هنا اعطاني جزء من الانترفال سور 0 1، دونك اف اي كونتيني سور الانترفال اوفر 0 1 فيرمي جهه ال ا. فوالا هكا كيفاش نجاوب. لكن لا كونتينيتي اون ان بوان حاجه اخرى، تو نشوفوها من بعد الكلوا عندنا لهنا باش نبينوا لا كونتينيتي دون ان بوان. الو PTB, qu'elle est étudier la dérivabilité de f sur l'intervalle ouvert 0, 1. Kif kif, hana bach nbaynu la dérivabilité sur un domaine, mach en un point. Khatr tختلف في الإجابة. Khatr hiya dérivabilité ou la continuité, alors tnajm tkoun ala deux axes. Donc, continuité, inajm yasalak ala intervalle, ou elle dans un point x0, kif kif dérivabilité. كيف كيف ينجم يسألك على انترفال اسكو اف اي ديريفابل في الانترفال هذاك والا دون زان بوان اكس زيرو. باهي لهنا سالني لهنا ولهنا ديما افيك ريداكسيون جاوبو من غير كالكيل. الكالكيل باش يصير في كي تبدا كونتينيتي والا ديريفابيليتي دون زان بوان. باهي بويسك لهنا زاد كيف كيف تقول له بويسك اف اي كومبوزي دون فورم راسيونيل دو دو فورم راسين اي فورم بولينوميال، دونك هما بطبيعتهم زادا كونتوني سور 0 1، دونك ال اي ديريفابل سور 0 1. باهي سامحوني مانيش باش نكتب بالريداكسيون. الو
جاني لهنا قال لي من بعد بي تي سي، قال لي لا فونكسيون اف est-elle dérivable à gauche en x0 égale à 1. Voilà, l'ANS, elle est à la dérivabilité en un point. Elle est ici 0. Voilà, l'ANS, je suis en train de faire le calcul. Mais avant ça, je vais vous rappeler la formule de dérivabilité. Pour que f est dérivable à gauche en 1, 1, yani, un moins, je m'attends à gauche, 1 à gauche, yani, un moins. كونتيتي اصغر من 1 دونك يلزمني نحسب الليميت دو 1 موان لوسك اكس تنفير 1 موان دو اف دو اكس هكا ولا باهي قبل هذا شنو هي الفورميل نتاع ديريفابيليتي الفورميل نتاع ديريفابيليتي دون ان بوان شنو تقول تقول لك القاعده العامه شنو هي يقول لك راهو لا ليميت اون اكس 0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 limite m'ta hadif x0 bien sûr doit être égal f prime de x0 qui n'a le limite hadif n'hsebha ou n'a le cas adad mathalan qui est égal f prime de x0 b'tbait l'hal n'a le cas adad mathalan qu'est hadif 2 ou hadif 2 دونك نقول راهي اف اي ديريفابل فاك البوان هذيك كان لقيت هذه مثلا هذه 2 وهذه 0 دونك ماهيش ديريفابل والا كان لقيت هذه مثلا خاطر هنا عندنا كالكيل نتاع ليميت نجم نلقاه هنا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني ولهنا نلقاه عدد اسكو كيف كيف دونك زاد لهنا نقول راهي ني با ديريفابل دونك هات نبداو بهذه ساعة اون فيت باش نطبق القاعده هذيك على في البوان 1 موان دونك Tout simplement, c'est la limite fil 1 moins de f de x moins f de 1 moins sur x moins 1 moins. On chouf, je peux t'attendre ici. B. Hettenhaut, donc, fonction f de x est 1 moins racine de 1 moins x au carré. Elle est égale à f de x, bien sûr, les mêmes limites. Moins f de 1, nous allons avoir le x par 1. Donc, 1, ben, je vais écrire la fonction, plutôt, je vais écrire le x, là, là. Le tout sur x moins 1, ça, je vais écrire la fonction. Juste, là, je vais écrire le f de 1. Le f de 1, je peux t'attendre. باش تعطيني 1 موان 1 موان راسين دو 1 موان 1 باش تعطيني 0 سوغ 1 باش تقعد لي 1 سوغ 1 باش تعطيني 1 هكا ولا دونك هنا باش تكون لي موان 1 فوالا اكوا تيقال الوغ قلنا لهنا لقيت موان 1 توا نخمم اني نوحد المقامات للفوق ساعة المقام الواحد هو اكس دونك باش تولي لي شنيا العدد على x يعطيني 1 هي x sur x فوالا هذاك هي هكا كتبت على هنا دونك وحدت المقامات هنا في بلاصة ال 1 عوض x sur x باش يولي لي كل مقام واحد هو x فوالا هكا لهنا تولي لي 1 موان راسين دو 1 موان x كاري موان x sur x لو تو sur x موان 1 باهي هذه زادة تو نهبطها اللوطة باش تولي برودوي دونك خاطر عندي A sur B sur X sur Y هي A sur B فوا Y sur X دونك باش تعطيني 1 موان راسين دو 1 موان X كاري موان 1 سور X فاكتور دو X موان 1 باهي تو سامبلومون واش عملت هزيت هالموان X هذيا وحطيتها لقدام باش تولي لي 1 موان X موان هاك الكونتيتي اللي تحت الراسين راسين دو 1 موان X و كاري لو تو سور X فاكتور de x moins 1. احنا اش قاعدين نعملوا لهنا؟ قاعدين ديما نحسبوا في الليميت في الان ولا 1 موان. باهي نورمالمون تو لهنا نجي نعوض انا بالان باش تعطيني 1 موان 1 صافي 0 موان راسين دو 1 موان 1 زاد 0 باش تعطيني هذه كلها 0 سور 1 فاكتور دو 0 خاطر 1 موان 1 0 باش تعطيني زاد 0 سيتي فورم انديتيرميني. ايوا اش باش نعمل تو فورم ديتيرميني تاع 0 سير 0 وانا عندي في البسط كونتيتي فيها الراسين فوالا باش نعمل الفورم كونجيغي شنو هو كونجيغي هذه تقولش عليها كونتيتي هي كلها ا
وهذه تقوش عليها الكونتيتي هذه كلها بي، وعندي A موان بي. شنو الكونجيغي متاع A موان بي؟ هي A بلس بي. ولا بلغة أخرى، راني الكونتيتي هذه كلها باش نضربها في A بلس بي، كيف كيف باش تقعد العملية صحيحة، زاد في الدونيمناتور يلزمني زاد ما ننساش نضرب A فوا A بلس بي. ألور لهنا ضربت الكونتيتي الأولى هذه، ما عندي A موان B، ضربتها في الكونجيغي متاعها هي A بلس B، مع العلم ديما هذه هي A، هذه هي B، ولا كيف كيف باش العملية تقعد صحيحة يلزمني اللي ضربته من فوق زادا نضربه من اللوطا، ولا A موان X بلس راسين دو A موان X أو كاري، باهي تحصلت تو، تحصلت أنه عندي A موان B فوا A بلس B لهنا. C'est un produit remarquable. عندي A moins B fois A plus B à quoi égal هي A au carré moins B au carré. Donc, باش نطبق عليها القاعدة هذه باش تولي لي، باش تولي لي A moins X au carré A moins X le tout au carré moins racine de A moins X le tout au carré entre parenthèses racine de A moins X au carré le tout au carré sur les quantités هذه الكل. سامحوني باش نسميها سوا ديزون بلوتو باش نسميها الفا، ومن بعد تو نعاود نكتبها. الالفا هي هذه الكل، واضح باش ما نقولش نكتب فيها. باه تو جو ديفلوب، عندي ان موا اكس او كاري، خليها هكاك ان موا اكس او كاري موا اونتر بارونتيز، مش الكاري تنحي البارونتيز تنحي الراسين، دونك هي تقعد لي ان موا اكس او كاري لو تو سور الفا. باه لهنا تو باش نديفلوبي هذا زاد سي تان برودوي ريماركابل، ان موا بي او كاري ان موا بي او كاري هي ا او كاري موان دوز ا بي بلس بي او كاري. دونك ديفلوبيتها هاك الكونتيتي هذه برودوي ريماركابل، ديفلوبيتها تولي لي 1 au carré هي 1 moins 2 fois x fois 1 تعطيني moins 2x plus x au carré moins هاك الكونتيتي هذيك خليتها entre parenthèses sur alpha. bien sûr قلنا الالفا هي الكونتيتي هذيك كل خطرة طويلة ما حبيش نكتب. دونك توا نحك لي بارونتيز الكل، تعطيني 1 moins 2x plus x carré moins 1 plus x carré، خاطر هنا الموان كي تدخل على الموان تولي لي بلوس sur bien sûr alpha. غازي توا عندي الان لهنا والموانز 1 تنحاو، شتقعد لي عندي x كاري بلس x كاري هي 2x كاري موان 2x سور بيان سور الفا. كان تلاحظ لهنا عندي 2x موجودة لهنا و 2x موجودة لهنا، خرجتها اون فاكتور. شتقعد لي من اللول تقعد لي x خاطر عندي 2x كاري موان 1، كان تعاود ديفلوبيها تلقاها 2x كاري موان 2x. وتوا جيت رجعت هاك الالفا هذيك كتبتها الكل الاكسبرسيون كاملة كتبتها، كان تلاحظ حاجة عندي الكونتيتي هذه x موانز 1 نجم سامبليفيها بال x موانز 1 هذه، وعندي زاد ال x لهنا زاد نجم سامبليفيها بال x لهنا. فوالا كي عملت سامبليفيكاسيون هذه اش قعدت لي من فوق؟ قعدت لي كانت 2، فوالا هذه 2، ومن لوط اش قعدت لي؟ قعدت لي الكونتيتي هذه الكل. دونك هكا هزيتها نحيت لي زاكولات بيان سور خليتها كان هي. دونك واحنا اش قاعدين نعملوا؟ احنا قاعدين نلوجوا في الليميت في الاموا. توا تراه برا عوض لي الاكس بالامواش باش تعطيني، باش تعطيني 2. هاتوا نعوض الاكس، كل ما نلقى اكس باش نعطيها نعوضها بالاموا. دونك باش تعطيني 1 موا 1 موا اونتر بارونتيز بلس راسين دو 1 موا 1 او موا او كاري على كي تيغال 2. هذه 1 موا 1 موا، دونك 1 ناقص كونتيتي أصغر من الآن شوي باش تعطيني 0 بلس بلس كيف كيف راسين دو 1 ناقص كونتيتي أصغر من الآن بشوية كاري زادة حتى هذه باش تعطيني 0 بلس 0 بلس بلس 0 بلس باش تعطيني 0 بلس. دونك إيكالا 2 سور 0 بلس، هذه الليميت متاعها وين ماشي ديما نعرفو كي تبدا 2 على ولا عدد يبدا سير زيرو بلس الليميت نتاعو تنفير ا بلس لانفيني.
دونك هيت نرجع تو لقيت الليميت هذه كلها في البلوس لانفيني، صحيح طويله شويه الكالكيل نتاعها، لكن احنا شنو قلنا؟ قلنا يلزم لي نلقى الليميت نتاع الكونتيتي هذه يلزمها تكون ايجال اف بريم دو اكس 0. الاكس 0 لهنا هو عندنا 1، دونك نورمالمون الاف بريم دو اكس 0 هذه يلزم لي نلقاها عدد، يلزمها تكون عدد 1 موان ولا 0 ولا ان ديمي ولا موان ان ديمي، ولكن الكونتيتي هذه لقيتها بلوس لانفيني. بار كونتر لهنا مستحيل نلقى بلوس لانفيني، خاطر سي كونتيتي باش نعوضها يلزمني نلقى عدد. اسكو سونت ايغو؟ نجم في الاخر نقول نو سيتون نو سون با ايغو. كي نلقاه ماهمش ايغو شو نقول وقتها؟ نقول اف ني با ديريفابل ا غوش اون اكس 0 ايغال ا 1. دونك في البوان هذيا اف ني با ديريفابل. Question numéro 4, Kali Petita a montré qu'il existe une fonction g définie et continue sur l'intervalle moins 1 fermé et telle que pour tout x appartient à moins 1, 0, il y a le domaine de la fonction Lula, on est g de x égale à f de x. So, elle a dit, it's l avec deux façons. هو بيدو سؤال هذا نتاع البرولونجمون بار كونتينيتي. علاش؟ خاطر القاعدة نتاع البرولونجمون نتاع بار كونتينيتي دو اف مثلا في اكس 0 دون ان بوان اكس 0 شيلزم تبين؟ يلزم تبين اللي هي اف كونتيني في الدومين نتاعها، ويلزم تقول ولا تبين انو الليميت فك الاكس 0 هذيك نتاع الاف دو اكس ال ادمي ان ليميت، يعني عندها ليميت، نلقاو عدد بلغة اخرى. لهنا سألوا بالمقلوب الحكاية، اش قال لي؟ قال لي هنا montrer qu'il existe une fonction g. Ben, stand. En bas, qui n'a pas le continu ou un des limites. Donc, si on coule, f admet un prolongement par continuité. Et les hauts, on s'amène g de x. Qui est égal à ce nom? Égal à f de x, l'oulanie, l'aslanie, avec. Si x appartient au domaine de f. Oui, égal à g de 0. Si x égal à x0, avec. Ben, ou à qui m'a coulé? قولش عليه سألو بالمقلوب السؤال، لكن انت يلزمك تفهم اللي هو يحكي على برولونجمون بار كونتينيتي. كونتينيتي اش قال لي؟ قال لي il existe-t-il une fonction g اللي هي هذه يسأل عليها. قال لي ديفيني اي كونتيني، قلنا بارمي لي كونديسيون باش تبين اللي هي عندها برولونجمون بار كونتينيتي لازم تكون كونتيني على الانترفال موان زان فيرمي حتى يكشل الان فيرمي في الانترفال هذا. باهي، قال لي من بعد تل كو بور توت اكس ابارتيان موانز ان زيرو، يعني الدومين نتاعها، عندي جي دو اكس ايغال اف دو اكس. فوالا هاي جي دو اكس ايغال اف دو اكس. دونك هذا هو سي لو برولونجمون بار كونتينيتي افيك لا كيستيون، يعني بطريقة أخرى. باهي شنو يلزمني نبين تو لهنا؟ يلزمني نبين أنو الليميت في ال x0 دو f دو x ال ادمي ان ليميت ال اول حاجه. لكن المشكل اللي هنا ما عطانيش ال x0، ما نعرفوش انا ال x0. باهي نرجع لهنا وحدك وحدك تو طلعوا تو الفونكسيون ال اي كون ديفيني على الانترفال فيرمي موازان 1، لكن قلت من بكري اللي عندي اشكال لهنا في الزيرو. فوالا دونك الاشكال وين موجود في الزيرو؟ سيتادير انت يلزمك تطلع الليميت في الزيرو نتاع الاف دو اكس، اسكو عندها ليميت والا. ونشوفوا كان عندها ليميت، دونك راهي اف اي برولونجابل بار كونتينيتي في البوان هذيك الزيرو، اي ال ادمي ان برولونجمون بار كونتينيتي سميه جي دو اكس كي تيغال اف دو اكس سي اكس ابارتيان دومين دو اف ويغال. ونشوفوا جي بريم نتاع ولا بليتو جي دو بوان هذيك جي دو زيرو كواتيغا، واضح اللي هي هذي نورمالمون يلزمها تكون ايجالك الليميت هذي اللي هي ال. الونزي بشوي بشوي هات نخدموه باش نعمل انا توا الليميت لورسكو اكس تونفيرا زيرو دو اف دو اكس، نعوض الاف دو اكس بالاكسبرسيون تاعها هي ا موا راسين دو ا موا اكس كاري سور اكس. لهنا اول حاجه لازم تعملها انك تعوض الاكس بالزيرو باش تعطيني 1 موان 1 موان 0 باش تعطيني راسين دو 1، راسين دو 1 هو 1، سو كي في اللي الكونتيتي الفوقانية هذه باش تلقى 1 موان 1 باش تعطيني 0،
واللوت الاكس زادت عوضها بزيرو اون فيت باش تلقى روحك قدام فورم انديتيرميني دو تيب زيرو سير زيرو. شنو نعمل؟ سهل على الاخر كالعادة، هنا عندي ا موان بي، وبويسك البسط هذا فيه راسين باش نلتجأ للفورم كونجيجي نتاع ان موان راسين الكونتيتي هذيك اللي هي باش تكون ان بلوس راسين دو ان موان اكس. دونك تولي لي ليميت في الزيرو دو ان موان راسين دو ان موان اكس كاري لو تو فاكتور في الكونجيجي نتاعها، دونك هي ان بلوس تولي بلوس خاطر هذيك موان ان موان اكس كاري سور بيان سور سور الاكس فوا الكونتيتي اللي زدتها هذه باش العملية تقعد صحيح. دونك كونتيتي نزيدها من فوق زيدا ما ننساش باش نزيدها من اللوت على او كاري لهنا. ايوا دونك نلقى روحي ا موان بي فوا ا بلس بي كي تيقال ا او كاري موان بي او كاري باش تعطيني ا او كاري هي ان او كاري باش تقعد لي ان موان اونتر بارونتيز راسين دو ان موان اكس او كاري لو تو او كاري راسين ناحية الكاري باش تقعد لي ان موان اكس او كاري sur le quantité de l'école x fois 1 plus racine de 1 moins x au carré. B. Tawahet n'ahiwak le parenthèse, tatini 1 moins 1 plus x au carré sur le quantité de l'école x facteur de 1 plus racine de 1 moins x au carré. Donc, andi 1 moins 1 est irouli, khatr bishatini 0, bishtokad li x au carré sur x facteur de 1 plus racine de 1 moins x au carré. Voilà. On dit x au carré, autrement x au carré, c'est x fois x. Haka, voilà. N'ahi x mahna ou x mahna, je te qu'adle m'en fouk, te qu'adle ken x sur 1 plus racine de 1 moins x au carré. اي بابا احنا اش قاعدين نلوجو؟ قاعدين نلوجو في الليميت في الزيرو. ايجا وعوض الاكس بالزيرو باش تعطيني زيرو سور 1 بلس راسين دو 1 موان زيرو او كاري تقعد لي زيرو. دونك راسين دو 1 موان زيرو هي تقعد لي راسين دو 1. بون باش تعطيني هكا زيرو سور 2 نورمالمون، زيرو سور 2 ايكال زيرو. دونك احنا البيوت نتاعنا انو نلقاو الليميت هذه الادمي ان ليميت. فوالا زيرو هو عدد. دونك ليميت هذه نتاع الفونكسيون لورسكو اكس تون فيرا زيرو ال ادمي ان ليميت. وبيان سير تفهمنا من الاول اللي هي الاف كونتيني. دونك شنو نجم نقول؟ نقول اللي اف ادمي ان برولونجمون بار كونتينيتي في البوان زيرو. هات نشوفوا كيفاش نكتبوه. فوالا نقول اف اي كونتيني سور الدومين نتاعها اللي بيناه بكري اول كيستيون. دونك والليميت في الزيرو متاع f دو x إيجال زيرو، دونك ال أدمي إن ليميت. دونك من لي دو كونديسيون هاذوما شنو نجم نقول؟ نقول f أدمي أن برولونجمون بار كونتينيتي، سميه إنتي جي دو x أكوا تيقال؟ قلنا برولونجمون هو ال f دو x الأصلانية، الفونكسيون الأصلانية f دو x، سي x أبارتيان دومين دو f. و إيجال شنو؟ إيجال الليميت اللي لقيتها، الفالور اللي لقيته إيجال زيرو، سي إكس أكوا تيقال؟ سي إكس إيجال أك البوان تاع الليميت هذي، سي إكس إيجال زيرو، فوالا، يعني جي دي زيرو لهنا أون فات هي زيرو، واضح؟ فوالا هذا هو الكاستيون بيتيتا في الكاتريام كاستيون. نوصل الكاستيون الأخراني اللي هو بيتي بي، قال لي إسكو سيت فونكسيون جي هذي تاع البرولونجمون بار كونتينيتي إتيل ديريفابل أون زيرو، سيتادير زادا لهنا سألني على الديريفابيليتي أون زيرو. البوان إكس زيرو هي زيرو، سيتادير يلزمني نلوج الليميت في الزيرو دو جي دو إكس موان جي دو زيرو الفورميل متاع الديريفابيليتي سور إكس موان زيرو. نشوفها أكوا تيقال؟ يلزم تكون إيجالا جي بريم دو إكس زيرو اللي هي زيرو لهنا، يلزم تكون جي بريم دو زيرو، وجي بريم دو زيرو قداش لقيناها؟ هي زيرو، هاهيك، باهي، هات اللوج تاع الليميت هذي، دونك نمشي نعاود، إش باش تعطيني؟ دونك باش تعطيني ليميت في الزيرو جي دي إكس شناهي؟ تاخد إف دي إكس، سيتادير
نمشي نعوضها بالاف دي اكس 1 موان راسين دو 1 موان اكس او كاري لو تو سور اكس موان جي دو 0 اللي هي 0 سور اكس موان 0 باش تقعد لي اكس دونك باش نلوج على ليميت في الكونتيتي هذه الكل تو سامبلومون هنا باش نحك 0 الو نحينا 0 هذه تقعد لي ليميت في 0 دو 1 موان 1 racine de 1 moins x au carré sur x n'habata l'autre toile les x au carré x fois x je dois aller voilà ظاهر لهنا كي باش نعوض بالزيرو باش تعطيني 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc بما انه في البسط موجود الراسين وعندي انا فورم انديترميني دو تيب 0 sur 0 donc je considère la forme conjuguée le conjugué نتاع 1 moins racine de 1 moins x carré هي فهمنا كي بكري هي 1 بلس راسين دو 1 موان اكس كاري فوالا باش نضربها لهنا وضربتها زيد من اللوط ايوا نلقى روحي قدام 1 موان بي فوا ا بلس بي كي تيقال ا او كاري موان بي او كاري تو سامبلومون ا او كاري هي 1 او كاري باش تقعد لي 1 موان الكاري تنحى بالراسين تولي لي موان 1 اونتر بارونتيز 1 موان اكس او كاري سور الكونتيتي هذيك اللوطانيه ما تبدلش توا نحي لي بارونتيز باش تولي لي 1 موان 1 بلس اكس او كاري عندي 1 موان 1 يولي يعطيني 0 تقعد لي كان اكس او كاري فوالا اون فيت احنا قاعدين نلوجو في ليميت في الزيرو نتاع اكس او كاري سور اكس او كاري فاكتور دو 1 بلس راسين دو 1 موان اكس او كاري عندي اكس او كاري من فوق واكس كاري من اللوطه تتنحى يقعد لي من فوق 1 سور الكونتيتي هذي الكل اللي هي 1 بلس راسين دو 1 موان اكس كاري توا اجا عوض احنا ديما قاعدين نلوجو في ليميت في الزيرو عوض الاكس بالزيرو باش تولي لي 1 سور 1 بلس راسين دو 1 موان 0 راسين دو 1 موان 0 هي راسين دو 1 وراسين دو 1 ايكال 1 دونك هذي الكل عطاتني 1 بلس 1 هي 2 دونك ليميت الكل عطاتني 1 دومي دونك شنقول نقول جي فونكسيون هذيك برولونجمون بار كونتينيتي اللي لقيناه est dérivable en 0 et g prime de 0 égale à 1 demi. Voilà. C'est un exercice de révision. Pour l'examen, في mathématiques, analyse. Inch'Allah, يكون خفيف عليكم لو انا نعرف اللي هو سي تري لود في برشا كالكيل وكل وفي برشا دي رابيل قلناها من قبل في الباك وكل لكن هذا يزمك تعاود تخدم وتحاول تخدم وحدك وتشوف الكوريكسيون كان فما حاجة ما فهمتهاش خلي لي كومنتير وبرتجيو عايشكم اللي زيكزرسيس هذوما لصحابكم خاطر مستحقين متوفر يد ريفيزيون نشوفوكم ان شاء الله في فيديو اخر الى اللقاء